السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة أخرى بمناسبة شهر رمضان مع راس الغول. نعيط لك راس الغول ولا نعيط لك باسمك؟ كما تحب. عيط طارق. طارق أنت معروف طارق. المهم عرفت شهرت صحيح. صحيح. تفضحت صحيح. باهي. في الحقيقة هذه المقابلة ما حضرنا لهاش بالكل يعني معناتها غير معناتها نحاولوا باش نسألوا بعض الأسئلة ونحاولوا نعرفوا معناتها رأي طارق في بعض المسائل اللي توقع في تونس توا وخاصة مع شهر رمضان. حبيت نبدأ بالفيديو اللي هبط أخيرا معناتها وهو تعدى في التلفزة اللي يتكلم على رأي التوانسة في شهر رمضان. ما نعرفش كان شفته ولا لا. اي انا شفته فيلم واحد نعرفه ديجا، انا بارطاجيتو الفيديو. الراجل اللي شعره ابيض اللي قالوا خلي هما يصيموا خاطرنا العام الكل صايمين، نحن العام الكل جوعه. هذاك السي الوسلاتي نعرفه قبل، كان عارفي في جريده الشعب، خدمت معاه شويه. كي يوصل الراي هذاك بالفاسون هذيك راي سي با مال، حلوه برشا كوراجوز معناها، فهمت وتفهم منها كيما نقولوا نحن علاقة التونسي بالمقدس وبالصيام ديما ماهيش مصبوبة صبة واحدة كيما جماعة الخليج والسعودية، ديما فما نوع متاع علاقة خاصة يعملها التونسي بالحكايات متاع الطقوس هذه، فهمت؟ ساعات واحد تو من بنزرت من الولاد كان في تونس، كان في بنزرت وجاي يسكن بحذايا في لهنا في مش، قال لي راه عرضنا واحد يلقانا نشربوا، قعد بحذانا شوية وقلت له كيفاش ودي قاعد وانت تصلي واحد؟ قال له لحظة هني جاي، مشى عمل ركعتين ورجع يشرب معاها بنورمال، فهمت معناها؟ مش في رمضان هذا؟ لا هو كان في تونس قبل بجمعة، فهمت؟ اوكي. هما كان يشربوا في رمضان خير معناها، يولي بلو كول معناها بلو سوبل، فهمت؟ بلو سوبل. الفيديو هذاك معناتها فما ياسر معناتها أشخاص لو لاحظت معناتها في الفيديو ان اكثرهم ما يعرفوش حتى شنو هو رمضان، ما يعرفوش سنه ولا فرض. بالضبط بالضبط هكا كل سنه، كي خزر لها المذيع هكا بعيني قالت له لا فرض فرض، والاخر عاود رجع قال سنه ولا فرض. المهمش قد ما تحاول تدمج الشعب التونسي بحكايات وكي تاخذ منه فئه، اما ما تنجمش تاخذ الكل خاطر يعيش هكاك، فهمت؟ ماهوش ماخذها الحكايه سيريو برشا. يعني رمضان رمضان يعني في تونس يعني اكثر شيء تقاليد وعادات ماهوش دين. بالضبط. انت تاوت تولد تلقى بوك وامك صايمين وتبداو تستناو فك شقا الفطر وبريكه، معناها تدخل في ليزابيتود، فهمتني؟ ماهيش داخله في مفهوم ديني اللي حبوا يعملوه، معناها فهمت؟ ما نجحوش فيه كوم الفو. يعني انت تشوف هذاك معناتها الفيديو يعني يمثل اغلبيه الشعب التونسي؟ يمثل شريحة كبيرة موجودة في العاصمة، خطر تختلف راهو تونس تو مثلا جماعة الجنوب، وراهو مش أحكام عامة ما نجموش نعمل حكم عام، جماعة الجنوب مثلا أكثر تزمت من جماعة الشمال الغربي. حسب رأيك شنو السبب؟ فما العنصر مو خطر دين، أنا حسب رأيي تو باش نقيمها جغرافيا ممكن زاد تكون غالطة، ما حسب رأيي نشوف هكا. منطقة صحراوية الجنوب، وفي الصحراء كي تكون الحياة صعيبة يكون الدين هو المنفذ، هو الحل الوحيد، وبالتالي عبر العصور معناه عبر السنوات يولي الإنسان الصحراوي الجنوبي متدين أكثر من الإنسان اللي عنده أكثر شجر وعنده أكثر عمل، خاطر الإنسان في الصحراء ما عنده ما يعمل، معناه ينجم يصلي 5 مرات في النهار ولا حتى 20 مرة، ش عنده يعمل يعني تمر يستناه مرة للعام، أما الآخر عنده مواعيد مضبوطة ولازم يمشي ما عندوش الوقت، فهمت؟ وقتاش هو ينشأ مفهوم الإله ومفهوم الروحانيات في الفراغ، تبدأ ما عندك ما تعمل تكثر الجنون وتكثر المشاكل ويكثر السحر ويكثر التفكير الخرافي، بينما كيف يبدأ برشا عمل وهك باش تقص وهك باش تزرع وهك باش تحصد وهك باش تبني وهك باش تعلي،
تقعد تحتاج الطاقة الروحية معناها بصفة قليلة جيست باش تدعمك شوية وكهو باش تعملك شوية كيليبة، أما ما تحتاجهاش كما الإنسان اللي الدنيا كل صعيبة عليه. ذاك علاش تنشأ الأديان في المناطق الصحراوية، هما الصحراء كما قال طيب صالح موسم هجر الشمال تنبت الأنبياء والشعراء. هذوما هما النباتات اللي تخرجوا مكان إلهام يعني. أنا بالضبط. ولكن تلاحظوا مثلا في معناتها في الفيديو اللي شفناه، لاحظوا اللي معناتها هي الاذاعه ما تعرفهاش شنو هي الاذاعه، انا ما نعرفهاش الاذاعه هذيك شنو هي اللي عدت البرنامج هذاك. والله نسيت عاملين على خاطر انا خذيتها من فم واحد سيت اسمه صناديد ولا شنو هي، اما الاذاعه واحده بريفي ظهر لي نتاع خوانجيه، خاطر كان لاحظت انت في الفيديو فما شيخ باش يتكلم وتقصت عليه الحكايه. اي الشيخ كان باش يتكلم باش يقول اللي هذاك الشيء يعني باش يعملوا في عمليه زعما توعويه. بالضبط. دي واحدة حاشت مك الخلوات يا متوسط يا زيتونة يا فازة كيف هذه، فهمت؟ تخرج مش منها. به. فما فيديو أخرى يعني هبطت زادة، أما هذه المرة معناتها في كندا متاع واحد برلماني كندي، فهمت؟ أيوة. صام عم ناول شهر كامل، صام يعني حب يشوف الحكاية معناتها رمضان، ولكن هو وقتها صام قال لك معناتها انا وفرت فلوس ياسر الشهر ذاك واعطيتهم للفقراء، فهمت؟ يعني هو معناتها بالنسبه لي هو ما صامش كمسلم، صام تو سامبلومون يعني يحب يفهم علاش المسلمين وقت يصوموا في رمضان في الحقيقه الصيام باش يقلل المصاريف مش باش تكثر المصاريف. اللي يصير عندنا نحن هو العكس تماما، فهمت؟ هذا شو عمل السيد هذا عبارة على عمل رقية شرعية، أما باستعمال كما يقولوا ميكروسكوب والآلات الحديثة متاع اللابوراتوار، يعني حاجتين ما يركبوش على بعضهم، كاتب حرز بالكمبيوتر، فهمت كيفاش؟ يحب يفهم ما ينجمش في رمضان في تونس، ورمضان خلنا نحكي على تونس العرب هو كيف في العالم أجمع يعني؟ ما هوش كلك هو. هو حتى في اوروبا يضرب الاقتصاد، انا سمعت حتى في المانيا ميركل نحط الضريبه على المحلات الاسلاميه، فهمت؟ باش يخفضوا من الاسعار نتاعهم في شهر رمضان. بالطبيعه اخي انت باش توقف الكونسوماسيون، معناها فهمت هذا بالنسبه لاوروبا. في تونس يصير العكس، هو شنو هو تو في رمضان ما يقول لك تقيد الشياطين ونقعدوا كالبشر نحن. في رمضان في تونس تكتشف العبيد قديش هو مش واثن، تكتشف قديش الشيطان بريء. أتيه مسكين هاو كم سلسل، ما هو اعترف قال نسلسلوهم الشياطين في رمضان. ايش يقعد؟ يقعد في الويل كان حجره معناها. تشي تلقى التوانسة التحشيشة والعرك وقلة الخدمة وقلة المعروف والتبذير على الاخر ودرشنية وحكايات وتكثر الكونسوماسيون حتى نتاع الفوشيك نتاع الشنوا. تدي واحد نهار كامل صايم ونزيد وتحكي يعطيهم فوشيك. معناها ايش صار لهنا؟ لهنا هو المفهوم بالضبط نتاع رمضان باش مره في العام يحذر لك سي محمد ولا الاله اللي جابه محمد، فهمتني؟ يحذر لك بقوه كمراقبة ومعاقبة، شبيك تبدأ وحدك في بيت مسكر عليك الدنيا وما تفطرش وما تشربش. صار المواطن المسلم صار ما عنده فمزوز مخبرين، الملك اللي قايد الحسنات والملك اللي قايد السيئات، هذوما موجودين معاك من اللي ولد معناها، فهمتني؟ حتى أنا حديث جبد حديث أنا نكتة في تونس، فما واحد مشى الإمام تاع الجامع قال له براس العزوزة فسر لي علاش بعد ما نكمل ونصلي ونتلفت على اليمين نقول السلام عليكم وعلى اليسار السلام عليكم، قال له راك تلفت على اليمين تقول السلام عليكم هذاك الملك اللي قايد الحسنات الحاجات الباهية كل قايدها لك عنده كتاب يقيد لك، كنت تلفت على اليسار راهو يقيد لك السيئات. الراجل شو عمل؟ صلى لف بعد ما كمل صلاة لفت على اليمين السلام عليكم وتاع الحسنات وتلفت تاع اليسار قال له بالله انت روح نايك مادام كنت قايد في السيئات، ابعدني خويا لا السلام عليكم
نزمار نعرفها، وبعد تلفت على اليسار قالوا تفوه عليك يا قواد. ولا مو خلي كل ولايه وكيفاش. كيما مثلا توا في تونس تلقى زوز فاطرين كل واحد يكذب على الاخر عم روحه صايم ويبداو ينقضوا. شفت هذاك كيفاش فاطره والاخر يبدا يرد عليه، فهمت؟ شفت مسخته فاطره وهو هو فاطر تلقاه. اي تلقاهم زوز فاطرين، يعني هما زوز فاطرين. ولكن توا مثلا احنا نعرفوا في الاسلام يقول لك ليس على المريض حرجا، والمراه كيبدا عندها لراجل تفطر وكل شيء. هل المراه اللي معناتها مسموح لها باش تفطر، ولا المريض ولا المسافر، هل معناتها حسب رايك معناتها هل الاسلام ما قالش معناتها هذا الانسان يفطر بالتخبيه؟ فهمت؟ ما دام عندك رخصه للافطار، فهمت؟ ماكش مجبور باش تفطر بالتخبيه، يعني تنجم تفطر عادي. تو مثلا تلقى المسلمين تو في اوروبا ها هما كل شيء محلول وهما صايمين، شنو يقلقه هو الصايم انه يكون كل شيء محلول؟ شنو يقلقه؟ ما هو فما حاجتين. الحاجه الاولى كان باش يفرض مثلا على المريض ولا على المراه اللي مثلا عندها لي رجل ولا حاجه باش تصوم باش يخسرهم او يعطيهم الرخصه، فهمت كيفاش؟ لكن 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 يقول لهم شفتوا بالسرقه، ما يقول لهم ما يقول لهمش هذوكم عندهم كما يقولوا نحن عذر شرعي. لا انا نكلم فيك على من ناحيه المجتمع، علاش يرفض الانسان الفاطر؟ يعني تو امراه فاطره في الشارع يمكن عندها لي راجل، الراجل فاطر يمكن مريض يمكن مسافر، علاش انت تمنعه من الافطار؟ شنو اللي يخليك تمنعه من الافطار؟ مجتمع كريم، امراه تونسيه ما تنجمش تفطر في الشارع خاطر باش يفيقوا بها ناس كل عندها لي راجل، فلذا ما تعملهاش. باهي والراجل فازا، والرجال الكبار ولا يبدا راجل مريض ولا حاجه تجيه صعيبه باش يفطر قدام اخرين، كما قلت انت تو في الفيديو عاده اكثر منها عباده، فهمتني؟ هو خايف من المجتمع اكثر منه خايف معناه من الحاجه المقدسه اللي في مخه، سي بور سو لا ما يفطرش، فهمت؟ ما يفطرش قدامه، ما يفطرش علنا. لا وعلاش ما تفطرش؟ شنو يقلقك؟ هاو 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 في اوروبا صايمين الناس وتفطر الناس تفطر قدامك وما يهمك في حد شيء. شنو هي اللي يقلقك اللي انت انسان فاطر؟ شنو هي اللي يقلقك؟ شنو باش يزيدك وشنو باش ينقصك؟ هذه هي اللي ما حبيش نفهمها، يعني فهمت؟ اوروبا راهي وضعيه اخرى كريم. اوروبا تو المسلم اللي في اوروبا مفروض عليه الدوله العلمانيه مفروض عليه كونه ما يتدخلش في الاخر، فهمت؟ هو كان جاي ليديه يسكرهم المحلات، ما غيرش ما عندوش القدره باش يعملها. لفات باش تولي عنده القدره، مثلا كما نقولوا جاوا لهنا برلين ردوها مسلمه، مثلا مدينه برلين ولات مسلمه وامورها واضحه، يسكروهم المحلات، صدقني يسكروهم ويفرضوا على الناس باش يصيموا ولا ما يفطروش علنا قدام العباد، اما غيرش هذيك ما فماش. هاكا في الدول اللي ماهيش علمانيه، ما الدول بتاع تونس والجزائر والاسلام ومدرشنية، فهمتني؟ ممنوع عليك. اي لكن ما نعرفوا احنا في تونس عندنا المسيح عندنا اليهود عندنا، يعني معناتها مش معترفين بهم كريم، مش معترفين بهم. لكن القانون، القانون معناتها او قالوا القانون يعترف بهم. ما هي المشكله في الدول المتخلفه هذه تعمل قانون وما تفعلوش، ماهوش مفعل القانون. هو تو بوليس ينجم يركبها لك، انت في تونس تبدا فاطر يشدك ولات الحكايه هذه موجوده. توا مثلا فما فرقه شفتها انا اليوم في الفيسبوك قال لك معناتها باش تراقب الناس والاخلاق الحميده في رمضان في شهر رمضان. شفت الروايق اللي وصلنا له معناه ما شيء كارثي، فهمت؟ وهذا كله راه رجع من نهضه، خاطر هذا قتلوا بن علي كانت العباد فما قهوي في عاد بورقيبه كانت اكثر اكثر. اي تفكر انا صغير يعملوا هكا شويه الجرايد وتفطر والناس تتكيف وقهاوي. انا في الفاكولتي كنت في تونس معناها للدميل، فهمت؟ البيفات محلوله تدخل تشرب على روحك قهوتك، ومش كطالب بركه حتى فما اساتذه وفما ناس تخدم في الاداره معك. ريت وين ترتفع درجه الوعي يتراجع الدين، كي يضغط الدين يتراجع الوعي ويتراجع التسامح، ونسميه في دين التسامح. كل ما يدز دين التسامح كل ما يتراجع التسامح، وخر التالي
انت حتى تاخذها في تاريخ الدوله الاندلسيه ولا الاندلس، فما زوز انواع تاع خلفاء، فما خليفه متفتح يطلع شعراء وعلماء وفلاسفه، ومن بعد يشد خليفه متزمت تبرك البلاد جمله وتتسكر حانات النصارى وتتسكر التجاره نتاع اليهود، يستناوه لين يموت السيد هذاك، بيجي واحد اخر يعاود يحل اللعب شوي. كل ما فما قرب من الاسلام كل ما فما تراجع للانسانيه بجميع مفاهيم التسامح والحريه والفن والحكايات هذه، يوخر الاسلام شويه ترجع يتنفس الواحد، فهمت؟ فما واحد هبط على الفيسبوك انه مشى لسيدي بوسعيد وحب يتخلى القهوه، لقاها محلوله تخللها، فهمت؟ معبيه القهوه فيها ناس ياكلوا كل شيء ويشربوا كل شيء، اما كلهم اجانب، ما حبش يسربيه، قال له من سربي كل الاجانب. هذه صارت لي انا في اوتيل في تونس، اوتيل كلمه واحده الانتير نتاعي من قدوه صباح رمضان، فانا عام هذا هي اقول لك في 2008 2007، يعني في عهد بن علي. عهد بن علي هي راهو مربوطه بالناس باللي يخدموا غادي، فهمت؟ ماهيش قانون، ساعات حاشاك تطيح بواحد خريه وساعات تطيح بواحد باهي كول يعدي. قلت له انا نحب نشرب كعبه بير، قال لي ليه هاو المفتي قال غدوه رمضان، لكن في نهار الاحد روحت واحد اخر صومالي وتقحبه عنده جبة سربيه، قال لي هذاك توريست نتفكر هالفازة كيما تو حبني معناها تي تعرف ماك في تونس كي تدور حتى فرق بين قهوة وقهوة وفرق بين بار وبار، فما بار تمشيرو خاطر السيرفور نتاعو به عقول حلو، فهم كيفاش؟ فما بار ما تمشيلوش وحتى مثلا تبدا منظره خير وسلعة وارخص وما تمشيلوش خاطر السيرفور فيه عكر، فهمتني؟ واخويا كل واحد يخدم على زي راسه، غاديك باش يهبلوني في البلاد. واحد معناها عامل قانون على روحه يخدم وحده هكاك، ما تفهم شيء. يعني انت تشوف معناتها اللي هذا معناتها التصرفات اللي قاعده توقع حتى القانون لازم يدعمها، نجم يعني من الناحيه القانونيه اللي قالوا توا قدوا دستور متفتح وكل شيء، القانون ما يحميش الغير المسلمين في تونس. بيان سور تخي انت حاط عنوان الكتاب، مو الكتاب باين من عنوان، حاط لي تونس دولة عربية لغتها العربية ودينها الإسلام، اللي بيجي من بعد الكل ما هوش نفس الثقل، حكايته فارغة بالنسبة للجملة هذه. شنية الدولة الإسلامية ولغتها العربية؟ شنية؟ ما فماش دولة إسلامية، فما دولة توزع المصالح على الناس، فما ناس مسلمين فما عندهم شوية معناها جوامع ولا كنائس ولا اللي هما، فما ناس عندها أديان، أما الدولة ما تنجمش تكون مسلمة، الدولة هي باش تخدم معناها إداريا وقانونيا الناس اللي موجودين على التراب بتاع الدولة هذيك. كي أنت تحط لي دولة إسلامية إيش أقصيت لهنا؟ معناها عنصرية على الأخر، أقصيت المسيحي، أقصيت البهائي، أقصيت اليهودي، أقصيت الملحد، أقصيت اللي مازال حتى في طريق الشك اللي يخمم لا ديني ولا ركوبي ولا اللي هو، فهمتني؟ أقصيت معناها بقية العناصر الأخرى، أو كما الإسلام من الأول راهو مختلف شيء، فهمت؟ كي تخلى تونس ماهيش تطبق في الإسلام، يعني معناتها فما حتى الدولة تطبق في الإسلام، لا يعني معناتها ماهيش تطبق في الإسلام، علاش شدوا في الحاجات هذوما يعني؟ ما خاطر تو في السلطة عندهم انفلونس، فهمت؟ اللي حتى في عهد بن علي نفس الشيء موجود، الانفلونس موجود، أما توا ولا واضح أكثر، من قبل موجود. بن علي تتصوروا أنت ملحد، تتصوروا ربوبي بن علي هو مسلم، مسلم فاسد تونسي معناها، فهمتني؟ ما هوش معناها باش يقرا لك هو ميشيل فوكو وجون بول سارتر بن علي، جينيرال مسلم وقت اللي تواتي يصلي، وقت اللي تواتي فساد يعطيها افهم معناها هي، فهمت؟ على ذكر بن علي، شنو رايك في الفيديو اللي عملوا زعما صوت بن علي الحسن بن عثمان؟ سمعت بيه وباش نشوفه ما شفتوش، خساره كيفاه الفاز انا فهمت؟ يعني فضيحه يعني، لازمك تشوفه، فهمت؟ لازمك تشوفه. ابعثه لي كريم معمول، صدقني قال لي عليه انا واحد متوانسه موجود، انا حطيته على بارتاجيته على لا ما نظنش بارتاجيته.
المهم هو شنو معناتها اون فان كونت هو صدق الكاميرا الخفية ويتخيب روحه يحكي مع بن علي وقلب الفيستا شنو قلب الفيستا وسيادة الرئيس وانت كذا وانت صحيح عملت غلط لكن غلطوك مرد يا وهذا كاتب تونسي راه وهذا هو اول واحد خرج قال بن علي فهرب هاي وقال قبلها حتى بنهار قال مات قال السيد هذا مات معناها اي ما هو سالوا زعما بن علي قالوا كيفاش تقول عليا مت لا قالوا نقصد معنويا نقصد مش تراجع هاي فهمت هو كان خلاها في حانة ماذا أيها الأبله ومعاش مشى بالتلفزة مرة أخرى كان يقعد محلاه نستهلك روحه يعني شنو يا أخي هل النفاق يعني في تونس مسألة يعني نجم نقول وإحنا مسلمة في المجال الإعلامي أنت مدامك يعني تعرف شوية المجال الإعلامي والصحافي فهمت يعني هل هناك معناتها في المجال الإعلامي والصحافي ناس بالفعل مخلصين ووطنيين اللي معناتها نعدو فيه شويه النوارة يطلع لنا منافق يطلع فيه مشكله مساله فيتال النفاق في الاعلام هو لازم يتنفق باش الكاميرات تحط على وجهه يشوفهم شي يحبوا فهمت وبعد يعني حسب رايك انت كل واحد يعني مد وجهه في الاعلام يعني لازمنا نطبعوا عليه منافق الاغلبيه العظمى الا من رحم ربك هذا معناها كلي عندهم شويه لوداس باش يتكلموا كما هما اللي عندهم مدخول اخر خلاف الاعلام زدهم تنسى اللي ماتوا اللي قتلوهم كما شكري بالعيد يا رحمه ولا كما اسمه الراجل هذاك الحاج الابراهيمي هذه اللي تقتلت فهمت الوحيد اللي ماهوش منافق في الاعلام هو نصر الدين مختار هذا هذاك مش فما زيادة أسرتان طوع عجبتني مايا القصوري مش خايبة معناها بالنسبة للي موجود فهمت؟ بزي عنده حكايات ومش فما زيادة السيد عبد العزيز المزوغي زيادة مش خايب السيد ذاك المحامي ذاك أكبر تجيت فيديو متاعه شد مور وكور به قديمة فيديو أي عرفته هذا أما اللي قالوا الكل هاو صار وراو في حركة النهضة فما ناس فما أربعة خمسة من الناس مخترين على الأخر اللي هما حسب رأيانا عبد الفتاح مورو وسمير ديلو خاطر هذوما الناس الزلباطة ما تشدوش فهمت يعرف فاش يحكي فهمت الأخرين غنوشي بالطبيعة غنوشي الرب متاع الخطورة معناه ما تنجمش تشدو ما تنجمش تحصره فهمت تحكي مع علماني موجود بعد يتلوش في فندق متاعو تلقاه معناها أخطر من عمر بن الخطاب وشنو أنت حسب رأيك كنت جبت على الغنوشي وعلى حسب رأيك شنو الخطة متاعهم يعني في المستقبل يعني يرجعوا للصدر يعني هدايا معناتها اللين والانضمام للمجال السياسي كليا يعني ما تشوفش معناتها اللي هما قاعدين يتراجعوا على مبادئهم الإسلامية شوف تاريخ السياسة في تونس فما كان حزب التجمع وقبل حزب الاشتراك الدستوري حزب النهضة عنده نفس التاريخ ما كان يخدم في الظل معناه الحزب هذاك راهو متاع النهضة ما هوش جديد وفاهم المجتمع التونسي تولي نحكيه فيه أنا وياك ونحب نحلو هكا شوية المجتمع التونسي نفهمه ليه النهضة فهمت وعندها برشا وتعرف علاش تلعب أخطر حزب إسلامي توجد عبر التاريخ معناها عرفت شنية مفتاح باسبارتو يعرف المجتمع هذايا جد فيه فترة كبيرة بورقيبية وجد فيه فترة متاع بن علي يعرف وراك بش يدخلوا بك الإسلام متاع ديريكت بش يتكسر معاه فهمت حوكا ارخفلوا شوية شد شوية ناوية بش تقعد المهدة وعنده في ورقة وعنده في يده ورقة مخترة برشا اللي هي الدين فهمت والدين مربوط بمجتمع فيه نسبة كبيرة بتاع أمية فهمتني ناوي على الحكم مرة أخرى فهمتني نهذا ما أي لكن حتى كان باش تحكم شنو باش تعمل ما هيش باش تعمل معناتها شنو باش تعمل أكثر من اللي عملته شنو اللي تعمل بس ما عملت شيء يا ودي هذوما
ما عندهمش مفهوم الوطن. اي حركه اسلاميه لازم نفهموها واحد احكيها باسم ربي والرسول راهو ما عندوش مفهوم الوطن، راهو موجود وكتواتي فرس باش يرفع راي داعش فوق القمر ولا في الاستيم ولا في السافانا، راهو يمشي يرفع. هذو ما عندهم مفهوم السلطه. محمد كي تعرضت عليه السلطه في قريش من الاول رفضها لانها سلطه محدوده. بعد كي جاء مكة الكل والعالم الكل قلبه لازم يفك السلطة، ما قال هو غنوشي بيه وقال السلطة أجمل شيء في الحياة الدنيا. معناه الناس هذه، فما قولة متاع غاندي مزيان يقول لك قليلون حول الوطن كثيرون حول السلطة. هذه ما تنطبق بالضبط على الأحزاب الإسلامية اللي حاجتهم به هو السلطة. السلطة اش معناها؟ معناها نفكوا لك الفلوس، نفكوا لك النساء، ونفكوا لك اي حاجه تكبيها وتقعد تحتنا. شبيك خلفاء مسلمين وصلوا في المجلس نتاع الخليفه يذبح لك عالم، يذبح لك شاعر، يذبح لك فيلسوف، فهمتني؟ يشري الشعراء يملي له فمه بالذهب حطوا له في جرته. اي المتنبي وسلم الشعراء ماذا يبدا يشعر، والسيف الدوله والناس تطيش له في الدراهم، يجي وك الغلمانك الصغار يبدأ يهز ويهبط معهم الأركيب ويهز، فهمت؟ لهذا الشعر النخوة والعروبة والحكايات. نحكي كشخص ما نحكيش على شعره، لأنه شعره من أجمل الأشعار اللي عامة، فهمتني؟ معناها هذوما يحبوا كما قلت لك السلطة، والناس اللي تحب السلطة والأخص مرفوقة بالدين أخطر ناس، أخطر ناس. يعني أنت تشوف يعني يمكن أن الشعب التونسي في الانتخابات القادمة 2019 ينتخب النهضة؟ إسبيرو؟ لا نتمنى ولا. لكن ما ينتخبش النهضة، شكون باش ينتخب بالنسبة للنداء؟ يعني تحرق، يعني أنا بالنسبة لي النهضة والنداء توا ولات عملة واحدة. أي أنت تراها هكاكا، أما راهم توش باش يقول لك ما كنت تطلبوا عن النهضة، هنا جربنا النداء. النداء زاد خربنا ما عملنا شيء، هاي نرجعوا للنهضة. عايش 50 ولا 70 سنة في نظام الحزب الواحد التونسي، عقليته حاجة مسمى باش تمنعه. ما تنجمش توا تفهم وش معناها التعددية وتعدد أحزاب وتعدد أفكار مختلفة. أنت حسب رأيك في 2019 يعني يمكن يظهر حزب ثالث يكون معناته في يواجه الحزب النداء وحزب النهضة؟ نتمنى اما حتى الان ما فماش رؤيه واضحه، ما مريتش حزب قاعد يتشكل ويعمل في بوا. هو النداء باش فاز مش على خاطر النداء، وانما فاز باخطاء النهضه. انا بيدي انتخبته ولكن ما عملش شيء، هو كسر له تلاه ما عمل تحالف عاد، يعني لا ما عمل شيء لتونس من اللي تم انتخابه. ما همش باش يعملوا حتى شيء كريم، راهي العملية صعيبة دونو سونس. لازم الطبقة المثقفة اللي عنا، الطبقة المثقفة نتاعنا ما تتكلمش، كلها منافقة. هاك تشوف كلها منافقة، هاو الشخص اللي ساعات نقولوا معناتها هاو راجل وهاو كل شيء، شوف شنو يقول يعمل. فما ناس وطنيين، ما نجموش ننفيو الوطنية على التوانسة الكل. لا موجود، أنا نكلم فيك على الطبقة المثقفة. وفي الطبقة المثقفة ونكلم فيك مش على الطبقة المثقفة فرق، نكلم فيك الطبقة المثقفة واللي عندها أكسل الإعلام. بالضبط، هذوكم لازمهم ينسقوا معاهم، لازمهم يخدموا بعضهم، خاطر هذوكم تعرف علاش الضعف متاعهم من قبل، راهو مش من توا، كل واحد يخدم وحده، فهمتني؟ وكي يخدم وحده ضعيف، ما فماش كيما نقولوا نحن. أنت شوف، نعطيك إكزامبل باش نزيدوا نبسطوا المسألة بالإبداع. أمريكا من الدول اللي فيها ماس متاع شعب أبهم مخلق ربي في العالم، ما يختلفوش برشا على العرب، لكن فما استراتيجية صارت كونه عطاو الفرصة للعلماء والمثقفين، والعلماء والمثقفين متاعهم لموا بعضهم باش عملوا لك النازا وعملوا لك الـ FBI معناها على المسألة الأمنية، وجامعات متاعهم ولات تصدر العلوم تصنع، فهمتني؟ أما كي تمشي في الشارع الأمريكي بهاي معنى ما لابس حوايج، فهمتني؟ معنى أبار أمريكي ما يعرف شيء، كي تقولوا شنية جارك موغادي وفين فرنسا وفين، صدقني ما يعرفوا شيء، فهمتني؟ أما اللي منع أمريكا
هي النخبة المثقفة كيفاش عملت لحمة مع بعضها. اللي نقصنا في تونس كون نحاولوا نعملوه الشيء هذاك لازمهم يتقوي ويتلموا بعض. قاعد تتشكل راهي حاجات اما لازمها وقت، فهمتني؟ تتشكل، ما فما حتى مبادرة نشوف فيها يعني بور لو مومون. ما هو لازم ناس نشوفوها كحلة وما هكا كي نحكي وهكا ونتلموا. قبل كان كما قلت لك معناها واحد ما كل واحد يضرب على دربوه، فهمت؟ مفرقين، ما همش عاملين هيئات، ما همش عاملين أحزاب. وبالنسبة للي تحكي فيه بالنسبة للإعلام بالرسمي مشكلة كبيرة، الإعلام واللي يسميه بين قوسين الطبقة المثقفة، يعني مصيبة زرقاء في تونس. أنا الطبقة المثقفة باش نبدأ معناها صريحة معاك، ريتها كان في الجامعات وما خرجتش من الجامعات، وصوتها ما يوصلش، يوصلش كل كي خويا اختاني باش يدخلوني في لعبة بوليتيك واختاني يخليني رايف. أكثر ناس مثقفين ومتكونين وبهين تلقاهم في الجامعات التونسية، سواء في الجامعات الأدبية ولا في الجامعات العلمية ولا في التاريخ، عندنا ناس راهي بالحق بالحق معناها، سواء في منوبة ولا في أبريل ولا في كوبيوس، وعندنا ناس تكتب في القانون الدولي، فهمتني؟ وعندنا ناس معناها في الفيزيك وفي وأكثرهم يخرجوا لبرا. أنا نشوف فيهم أكثرهم اللي نشوفوا مثلا ساعات كما نقولوا فيه أمل وكل شيء، نجي نشوفه نحكي معاه في تونس بعد عام عامين نحكي معاه، نلقاه في كندا ولا نلقاه في ألمانيا ولا في فرنسا، يعني ما عادش في تونس. هذاك زاد نزيف خسارة قاعد يقع للبلاد، نزيف كبير. واللي يخرج يقرأ لبرا ما عادش يرجع؟ ما عادش يرجع أخي بالله. أنت ملي تدخل من المطار يبدأوا يتحايلوا عليك ويركبوا هلك وتحس روحه واحد قيمته طاحت، فهمتني؟ شنو رأيك في هذاك الفيديو بتاع اللي خذا رشوة؟ مريتوش هذا كريم، مريتوش في رمضان، تصور في رمضان في أول نهار من رمضان. أها. وقف كما نقولوا احنا كرهبة، قالوا اعطيني رشوة 40 دينار كانش نهز لك كرهبتك الفوريال، قالوا نقص لي شوية، قالوا والله تدفع 40 دينار، قالوا بربي نقص لي شوية، قالوا ذانا في سيدي رمضان وحلفت وحلفت حبني نصوم 3 أيام، قالوا 40 دينار 40 دينار الرشوة يصدق باقيت وكهو يصدق عمل حلفة بثلاثة أيام. لا لو الشعب التونسي مبدع راهو كيما قلت لك مرة أخرى، راهو يطلع لك فازات شبيك قمة الإبداع مش يرتين، معناها يطلع لك واحد داعش على الآخر ويطلع لك معناها من أكبر المثقفين في الدنيا اللي عندنا كيما هشام زعيط ولا اللي يجهروا بالإلحاد كيف كنتي ولا كيما حاتم الإمام، يطلع لك شيرتين معناها، فهمت؟ عندك في تاريخ كرا وعبد الرحمن بن خلدون اللي سبها الكل على بعضها، الأعراب أبعد قوم على الصنائع والرشنية وجاهلين على الآخر، وفي نفس البلاد عندك طارق بن زياد اللي دخل الحفاية لأوروبا وراه يهزهم كم حفاية ذوك المسلمين دخلهم لإسبانيا، فهمتني؟ معناه يطلع لك من نقيض للنقيض، معناه أنت في عائلة واحدة طارق واحد بوليس واحد اخوانجي واحد شيوعي يساري في عائله واحده تونسيه. انا موجود تصور معنا خايف من الحلفه في رمضان ما تو ياخذ في الرسمي في تونس نبيعوا لك البير وتخرج لبرا يشدوك ويقولوا لك علاش تشرب في البير، معناها تشريها قانونيا وتتشد عليها قانونيا. نرجع لحكايه اللي يسموهم المفطرين او ما يسمى اللادينيين في تونس. رأيك أنت في الاقتراحات اللي تقترح على أساس أنها معناتها حملة للإفطار العلني في تونس كما عملوا في الجزائر، معناتها كل عام يعملوا في منطقة القبائل حملة للإفطار العلني، فهمت؟ يعني تشوف أنت هذه الحملات يعني يمكن تحرك الرأي العام أو تعمل شي حاجة على الأقل من أجل الحقوق والحريات؟ الحاجة اللي تعملها هي كسر الشوكة نتاع الإسلام اللي موجود في الشارع التونسي، أنا معاها 100%. تعمل حملة كيف هذه أكل حدة وكل الخوف اللي عند المواطن المفطر اللي يتخبى في داره يطيح يتنحى. تصور مش تكون ردة فعل عكسية؟ شو يصير؟ ما أنا عركة بش يضربوهم بش يجي الحاكم، ما نتصورش. هما لازم يعملوها قانونيين، يمشي وياخذوا رخصة. يعطيهمش رخصة، كيفاش يعطيهم رخصة؟
رخصه نتاع مظاهره صغيره باش نعملوها نحن رانا باش نفطروا. لا ما يعطيهمش رخصه الصحاب، يعطيهم رخصه المساله كيما هكا. هي اي مظاهره تطلب رخصه، ما كانش الحاكم يشدك قانونيا. يعني باش تجتمع وباش تمشي في الشارع الطريق العام باش تهز لافتات ولا باش تعمل تحرك لازمك رخصه. ما كان تصور انت الحاكم يعطيك رخصه للافطار العلني؟ يحاولوا معاهم والا يعملوها في بلاصه مع بعضهم ويخرجوها في الانترنت ويجيبوا واحد بالتلفزه يصورهم ويحكي باش يحكي عليهم. فهمتني؟ يجربوها في بلاصه وحدهم، بلاصه مثلا ما تصيرش فيها، ما يجربوها في الفاكولتي في في في, في ريستوران في بلاصه يلموا بعضهم ويفطروا. فهمتني؟ ويصوروها ويخرجوها ويطالبوا بعدها كون مثلا باش تصير المظاهره التظاهره هذه في شارع الحبيب بورقيبه ولا في وسط البلاد. فاش انا حسب رايي تصور توا كان باش تعمل حاجه كيما هكا باش يجي قداش من واحد ما يتعداوش 10 من الناس كان جاوا، ولازمهم شجعان زاد. اي 10 من الناس لازمهم شجعان، لازمهم شجعان ما لازمهمش يخافوا، معناها مستعدين بشكل ضرب. تقدر تختلف في الجزائر، الجزائر فيها لا، وفي الجزائر يعملوها في منطقة القبائل مش في يعملوها في منطقة القبائل، نحن ما عندناش هذاك في تونس. في منطقتهم يعني في حومتهم في جوهم غادي كمان حومتهم كما نقولوا. ما نجموش يعملوها في الجزائر ولا في منطقة أخرى في العاصمة ولا في بلاصة أخرى، ما نجموش. ضاغط الإسلام دين والدي نازل على العباد. يعني أنت تتصور طارق هذا الخوف إلى متى باش يتواصل هذا الخوف؟ مادام ما فماش وعي كريم مادام متواصل. قلت لك شنو تقصد بالوعي؟ عليك تشوف طارق عدد الاشخاص يعني الملحدين يعني معناتها بالالاف موجودين، ولكن فينهم؟ علاش ما يتحركوش؟ علاش ما يعملوا حتى شيء؟ حسب رايي انا فما دور نتاع الخوف. بتاع الخوف، مازال التونسي ما ينجمش يقول راني ملحد معناه بالفم والملاه وما يخافش. فما دار بتاع الخوف وفما وقت، نحتاج وقت تو. وبلوس المجتمع نتاعنا تو في مصر يقولها بطريقه اسهل، خاطر في مصر عندك برشا مسيحيين، عندك اقباط، عندك فما 20% مسيح. فما في تونس بريس 99% معناها مسلمين، فهمت؟ حتى المسيحيين النجم نحسبوهم 2000 ولا 3، والمسيحيين اللي موجودين عندنا في تونس تلقاهم مش في الشارع، تلقاهم مثلا في ديارهم معناها. انا نعرف تو مثلا كي يبدا واحد مصري النجم يقول لك راهو جاري مسيحي وهو يبدا صايم في رمضان وجاره فاطر وعادي يتعاملوا معاهم. معناها كي تخلي الملحد ديجا فما 3-4-5 حاجات مختلفين، الشعب ماهوش اوموجين كما في تونس، فهمت؟ اي تونس طبقة واحدة صعيبة الحكاية، فهمت؟ اما كنا قاعدين نحاولوا ماهيش ايه، ما شوية به. احنا طبعا مش باش نزيدوا نطولوا ياسر على خاطر تعدينا تقريبا توا قريب ساعة. اوكي. شنو انت تنصح يعني اللادينيين اللي نشوفوا فيهم يعني بالالاف على الفيسبوك وعلى الواحد وعلى التواصل الاجتماعي وكل شيء، واللي حتى لتوا انت مازالوا معناتها خايفين باش يعملوا حاجه، فهمت؟ خايفين معناتها حتى باسم مستعار ما يعملش، يعني حتى باسم مستعار باش يشارك حتى باش يبارتاجي. انا مره واحد اتصل بيا قال لي ما نجمش انت نبارتاجي مثلا الفيديوهات نتاعك ولا فيديوهات فلان ولا فلان على الفيسبوك نتاعي، خاف من عائلتي. يا اخي انا قلت له ها نعطيك فكره تبارتاجي بها. قال لي شني؟ قلت له اكتب انظروا الى هذا الزنديق الكافر ماذا يقول. بارتاجي. فكره حلوه برشا، فكره حلوه برشا. وتو فما الفكره الاخرى زاد يخدم انونيم. اخي انا قبل كنت نخدم تصويرتي وجهي، فهمت؟ كي دخلت في الفوند وبديت نعمل في حكايه عمل صفحه انونيم، عمل ايميل غلط مضروب وربطه فيسبوك، صفحه فيسبوك، وتفجر عبر على رايك كيما عملت انا صافي 3 سنين. الاول مثلا الفيديو بتاعي ما نجمش نبارتاجيهم، فهمتني؟ عملت الصفحه هذيا
وليت نكتب فيها معناها لي ستاتيو نبارطاجي فيها كل شيء. معناها المهم كونه الفكره توصل. فما حاجه تصير حلوه. هذوما الاف الملحدين اللي عندنا في تونس كان معناها يتلموا بعضهم ونعملوا كي نوع نتاع قناه تلفزيونيه. ما سمعتها عندك انت الفكره؟ ماني عملتها ماني عملتها. ما فما حتى واحد كلهم يهرب. عمل ساعات ما انت يا اخي جماعه انونيموس انت اللي ساعات يعمل بالرسمي مشاكل يدخل معناها باز دو دوني نتاع بانك ولا باز دو دوني نتاع رئيس ويخربق. نعملوها واحد يحب يتكلم يتكلم ماسكي ولا يعمل تصوير. انا قلت لهم انا نعزم فيهم قلت لهم اي واحد يحب يتكلم حتى نبدل له صوته. فهمت؟ الكل هما خايفين حتى فهمت ابسط الاشياء خايفين. فهمت؟ يعني ساعات هم اشخاص انا ملحد شفتني انا ملحده فهمت خايفين انا نعرفهم شكون. اي اسمعني يا راي العمليه نجم نفسروها راهو فما كلاب نتاع حراسه كما يقول بول نيزان فيرتوال تخاف منهم العباد. هذوما اللي شاند جارد موجودين في اعصابك من داخل. نحن في تونس كل رد بالك حتى الخيط عنده اذنين. معناها كما احنا توا في تونس نحينا حاجز الخوف هذا نحيناه. بالنسبه للمجموعه انا حسب رايي باش ندخلوا في الامور العمليه. مجموعه نتاع ملحدين شجعان ابدا بهم. عندك حاتم الامام عندك فما ناس مثلا نعرفهم انا ينجم يتكلم من غير ما يوري وجهه. اعطيتي الفرصه هذيك. جلال موجود زاد جلال. لا جلال هذاك نتاعنا هذاك جلال من حكيم علي. جلال هو بيدو عالم وحده. عالم وحده وخلطوا عليه خلطوا عليه الناس اللي تحب تتكلم. فحاتم زاد ينجم يوري وجهه بار ما عاش في تونس. فما طفل اسمه طاهر زاد معايا جيمس زاد فما برنامج هكا اجهار بالالحاد زاد ورا روحه وحكاية نورمال وقال لي راجل زاد فما مشكله يا طارق. احنا مثلا في تونس فهمت ولا في شمال افريقيا بصفه عامه مثلا شفتهم الصفحات نتاع الالحاديه الكبيره معناتها هي مش مساله عنصريه ولا مش معناتها جهويه ولا حاجه. مثلا الملحدين العرب او اللادينيين العرب تلقاه الكل يخدموا فيها تونس ومغاربه. علاش احنا عندنا شمال الافريقيين حاجه كي تكون متاعنا ما نخدموش فيها؟ ديما عندنا كيما نقولوا احنا السره مربوطه في الشرق. صحيح صحيح. مثلا صدقني تشوف في الاكبر الصفحات انت نتاع اللادينيه ولا العلميه تلقاهم يخدموا فيها تونس ومغاربه. تجي صفحه تونسيه انت تنويريه ما تلقى فيها حتى تونسي. هي هذيك تغيير هذيك تغيير موجوده عندنا توا. مثلا انا مثلا نعمل برامج هاني نعمل معاك وعملت مع فهمت هاجر وعملت مع يعني عملت يعني معناتها باش نحكيو مع بعضنا بلغتنا بلهجتنا بامورنا. فهمت عملت حتى في الحركه حركه تغيير شمال افريقيا يعني عملت مقابلات وكل شيء. لكن وقت نجي نتصل بهم فهمت اول حاجه ما يتصلوش بيك جمله واحده. نتصل بيه يجاوبكش. يعني تلقاه مثلا واحد اتصل به ما نعرفش من فين يمشي له يجري. بروبليم. اتصل به تونسي ولا جزيري ولا مغربي فهمت تلقاه يا اما ما يجاوبش لما يقول لك لو حاليا. وي وي بروبليم. يعني هل هذا معناتها نتيجه معناتها عدم الحس الوطني او ما نعرفش او عدم الثقه فهمت بنفسنا ولا عدم الثقه باللي نعملوا فيها احنا؟ شنو نقصنا احنا؟ شنو نقصنا احنا كتوانسه ولا كمغاربه ولا كجزيريه ولا كليبيه فهمت؟ انه نعملوا الكتله نتاعنا. قبل وقت كنا قبل 20 سنه وقتها كانوا الملحدين اربعه من الناس كنا متحدين كنا مع بعضنا. اما توا مصر معناتها هربت بيهم مصر. ولات عندها كيان وحدها توا مصر. فهمت؟ وهذا شيء جيد انا معناتها على خاطر التفرقه فهمت؟ وكثره الاجهزه شيء جيد. فهمت؟ كنا متكلين في جهه واحده. شنو تنصح انت في الامور هذه يعني كيفاش نجموا نتجاوزوا هذه معناتها يعني يولي عندنا كيان شمال افريقي نتاعنا نحكيو فيه نحكي انا وقت نحكي مع المغربي ولا الجزيري كاني نحكي مع خويا عادي. دونك معناتها احنا حكينا قبيليك معناتها انت قلت على مساله يعني لازمنا نتحدوا فهمت؟ مثلا توا مثلا المبادرة متاع حاتم الإيمان المفكرين الأحرار فهمت؟ يعني أنت شنو رأيك فيها يعني كمبادرة؟ أنا نشجع أي مبادرة واللي عامله حاتم راهو شجاعة كبيرة.
اما المشكله واحد وزاد ديما قلت لك عندنا بروبليم حتى باش نجاوب على سؤالك اللي طرحته، علاش عندنا توانسه ومغاربه وجزيريه يمشيوا للشرق في عوض يتلموا مع بعضهم؟ فما حسب رايي انا فما عنصر مهم ياسر اللي هو يقول لك يا خويا جماعه الشرق برشا نمشي نسهر معاهم، وزاد اسافوار ممكن كتوك باش يكتب في مجاله ما نصوروش باش يكتب بلاش ولا باش يطلع في تلفزه زاد يخلص، فهمتني؟ لا والله ما يخلصش، ما يخلصش في الشرق الالحاد، ما يخلصش يخلص على طرق عنصر خوف يقول لك توك باش نحكي انا بالتونسي نتحرك ومعناها ما تنجمش. والمشكله مش كان في هذه باركه توا، حتى الفنانين نتاعنا عطاو نعطيك مثال نتاع فنان معناها واحد يتشوى، فهمت؟ بايرم التونسي، بايرم التونسي هذه الحكايه انا ماخذها من مصدر معناها موثوق منه وحكايه حلوه باش تفهم التونسي هذاك اش عمل. بايرم التونسي كتب اجمل مغنات ام كلثوم مره، عطاو هذه حكايه معناها سمعتها كما قلت من مصدر موثوق، مره سكران ومشي لدار ام كلثوم يدق عليها في الباب، خرجوا كل السيكوريتي نتاعها ما خلاوهش يدخل، ومدرا شنيا تونسي معناها اخي هي هابطه من دارها من الدروج من فوق طلت تلقاها هو بايرم، قالت لهم سيبوه خليه يدخل، قالت له شنيا المشكله؟ شكرا فهمتني؟ اش قالها؟ قالها صحيح يا ست الهوى غلاب. هذه صحيح الهوى غلاب كتبها بايرم التونسي ومن اجمل والذ مغنات ام كلثوم، باش تعرف اللي عندنا عقول مهاجره للمشرق ولا مهاجره للغرب. مهاجره اخي انت جماعه الجزيره وقت اللي اول ما بدات الجزيره لكان يتقبل المصراوي لكان يتقبل يقبلوا الوحيدين التوانسه اللي نجموا ينطقوا اللغه العربيه ما غير اللكنه تاع دارجه. فهمتني؟ معناها عندنا ناس طيارات خسارة نزيف الراه، فهمتني؟ نزيف اي فريمون نزيف، نزيف كبير. نحن تو شنو الحل اللي قعدنا؟ قعدنا كونو نحاولوا خاطر فماش حاجة تتولد كبيرة، نبداو بالسياسة بالسياسة اللي تو اللي قاعد تعمل فيه انت يعطيك الصحة، وكيما حاتم راهي وزاد اللي يعمل فيه زاد الطيارة، من المهم تكسر كعنصر الخوف وتدخل في المرحلة الثانية اللي هي التوعية الوطنية. يا ولادي يجيو نتلم يا ودي انا عيت ننبح، عيت ننبح، عندي 3 سنين وانا ننبح، فهمت؟ كل واحد يخدم وحده، فهمت؟ اما ما نبحتش في الفارغ. اي انا معليش اوكي النتائج معناها ديما احنا نحبوا حاجه معناها نتائج تجي. المشكله احنا يبداو زوز وحود ولا 3 وحود يوليو 3 جمعيات ما ينجموش يعملوا معناتها حاجه يخدموا فيها مع بعضهم. تلقاه مثلا واحد تونسي يخدم في شركه يجيب صومالي يجيب سوداني يجيب اي واحد وما يجيبش واحد تونسي معاه. هذه صحيحه 100% ريتها انا هو انا واحد تونسي عنده شركه وقت لقيت له انا كونتران تاع خدمه مع معناها باش يجيب عباد جابهم لي كل ما سلعه رومانيا. يا ولدي علاش؟ قلت له عندنا توانسه بطل، انا كلمتك باش يجيب لك شويه توانسه اللي نعرفهم بطل ما يجيبش، جاب هذه السلعه كلها من رومانيا يخلص فيها في 5 أوروف في الساعه باش يستغلب، وشنو التعالى اللي جايبها لي التوانسه ما يخدموش وتكلموا ويصبح لك سكران وما يجيكش الخدمه ولا خواجي ما تنجمش تفهم معاه. معناها عندنا المشكله هذيا، عندنا مشكله في شمال افريقيا، ديما الشمال الافريقي ما يحبش يخدم مع ولد بلاده. عندنا هذيا ما فهمتش كيفاش، علاش ما فهمتش حتى شيء عليه؟ علاه نورمالمون هذاك اقرب لك ونورمالمون انا حتى نشوفهم يا اما في شمال افريقيا يا اما يخدم وحده فهمت، يا اما يخدم مع واحد براني. هذا باش يخدم مع واحد ولد بلاده ولا ولد منطقته ولا ولد جهته ما يخدمش. يا سيدي لامارت حاجه توجع القلب بصراحه، توجع القلب فريمون، توجع القلب صافي مالو كور بالرسمي ما يجيش. اما خلينا نحكيو شويه بوزيتيف اللي تعمل فيه انت ماذا بيا كان توصلها حكايه التلز، وكما قلت لك انا مثلا شخصيات نعرفهم نجم تجيبهم في حوارات كيف كي وديما ما نصعبوهاش الامور نخليوها سبونتاني سهله. انا شفتني كيفاش طارق يعني سبونتاني. اي منحضر شيء، انا منحضر شيء، جيت معاك توا هكا نحكي بالضبط. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ هذاك المكياج وذاك ليغون وهذاك البوليتيكمون كوريكت ما نحبوش. فوالا
وراولي نعملوا فيه بلوزي في كاس على الشيء الاخر. فهمت؟ نتكلموا يا سيدي بصراحه، واللي عنده رد يرد، يتفضل جيب حد واحد مثلا خوانجي يحكي معاه، ادخل معاه في نقاش، كان تلقى خوانجي يقبل. يا ولدي انا نناقش مع اي عبد، انا اي عبد في البلتولك مثلا جبنا خوانجية ونقشنا معاهم وعندنا التسجيلات موجودين. ولا ومبارتاجيو على اوسع نطاق. انا دائما ساعات معناها كي يهبط فيديو نتاعك ولا حاجه معناها ديريكت نبارتاجيه لاصحابي اللي نعرفهم باش يبارتاجيه، خاطر هكاك راهي هي راهي شبكه عنكبوتيه. جوستومون فما حكماء صينيين قبل دولتون قال لك كي توصل معلومه من واحد للشخص الثاني والثاني يعطي المعلومه هذيك لزوز اخرين، المعلومه هذيك في ظرف معناها 8 سوايع تلف الكرة الأرضية كل، معنى حاسبينها بالمعد. لكن المشكلة اللي تلقاهم التوانسة الكل ها مثلاً ولا الجزائرية ولا المغاربة يبارتاجي لك، نحكي على الملحدين، أنا نحكي على الذين نحشي عليها في الأخرين، تلقاهم يبارتاجيو فهمت معناتها مثلاً كما نقولوا احنا الفيديوهات الإسلامية أكثر من اللي يبارتاجيو الفيديوهات الملحدين. ما لا مصيب لازمهم يفهموا هذه راي عملية المهم. فما فازة كما قلت أنت أخويا اللي عنده فكرة وملحد واحد وخايف من مشاكل أعمل يا أخويا صفحة باراليل فيها أنت أنونيم، المهم واصل فكرتك. لا المشكلة ما فهمش بارتاج، راه ما فهمش بارتاج بكل أو أنت مثلا تهبط فيديو ولا أنا ولا شو اسمه الهش ولا غيره وفهمت مش برتاج 700,000 يحكي فارغ، تلقى الحوني فهمت مهبط حاجة تلقاها مليون ريد كيفاش اللي مبرتاجين هم الملحدين باش يسبوه هكا وما يعملوا له في الدعاية، لخاطر راهو الدعاية مش ديما إيجابية. راه يا سيرة هي أخطر دعاية سلبية، هي أخطر دعاية سلبية، اختر دعاية تمشي في السنس انفيرس، تمشي هذيك هذيك بالضبط. هي فهمت، هما يعملوا في دعاية للإسلام. فهمت يا سيدي، شيمنا في ربهم، هما شيمنا فيهم المسلمين والحوني متاعهم والعريفي متاعهم وعدنان إبراهيم متاعهم وكل شيء، شيمنا في ربهم. علاش علاش اللادينيين فهمت ميبارتاجيوش لبعضهم ولا هو لازمهم ينتقلوا من مرحله النقد لمرحله البناء. جوستومون لازم ننتقلوا. اسلام انسى ربه يا سيدي، انساه، اعطيني افكار جديده، اعطيني حاجات جديده. مثلا كيما عملت على التطور عجبوني الفيديوهات هذوك، معلم حلوين، على زيد فكره جديده، زيد معلومه. يا خويا نعرفوا ربه مش لايك، نحن كلها بجباب يدهم في الزب سبيناه بما فيه الكفايه. يز هو السير صحيح هذاك. علاش انا ديما نقول تو مثلا بعد الشباب يتصل بيا يقول لي نترجم فيديو شنو هاو شنو قال فلان هاو حد من ابراهيم او فهمت العريفي. يا ولدي قلت لهم تعرف شنو تعملوا، كان تعملوا مزيه، تعرف مساله التطور والعلم والتكنولوجيا يا بالضبط يا طارق، ما فما حتى ترجمه معلومه، مش فما، كان ما جيتش نقرا انا الفرنسي باش نلقى المعلومه، تمشي الويكيبيديا فهمت، ما تلقى شيء، تلقى مثلا الصفحه نتاع فرنسا اون فرونسي ولا اون انجلي ولا حتى اون شينوا فيها كيلومتر، الصفحه نتاع العربيه فيها كالعنوان. صحيح صحيح صحيح، ما ويكيبيديا عربيه باش تكون فقيره وشايحه كيما الوطن زب. يعني المعلومه بالعربي ما فهمش. انا قلت لهم خذوا الفيديوهات نتاع التطور نتاع التكنولوجيا نتاع الادان نتاع علم الفضاء نتاع اخر التطورات الاخيره وترجموها بالعربي، ترجموها بالعربي ولا تعمل حتى سوت تيتراج من اللوطه، ترجم سوت تيتراج ولا بصوتك وبصوت ولا بصوتك ولا بصوت. هكا فما فيديو تاع اخر ما وصلت تاع العلوم نتاع النازا ونتاع وجي على بداية الأرض والحياة. أي فما معلومات، راه اسمع راهي المعلومة كل 3 شهور تطلع معلومة جديدة. أنا قريت التطور عندي فهمت 10 سنين، توا عاودت قريته نلقى معلومات جديدة ما عندها حتى دخل باللي قالوه قبل 10 سنين. يعني تصدمت أنا.
مثلا فكره بسيطه كما مثلا اللي القاو في الاديان نتاعنا. ايوه كل اشباه الاديان نتاع كل اشباه البشر اللي ظهروا قبلنا. صح ويريت هالفاز مش نورمال. مش نورمال يعني كيف ما تلاقى يعني الانسان الحالي افنى الانواع البشر الاخرى ليس بالحرب فقط وانما بالتزاوج يعني الاندماج يعني توافق نظريه التطور مع نظريه الاديان مع نظريه اللغه. فانت ترجع للغه الاصليه تلقاها موجوده في كل اللغات العالم. بالضبط يعني في الحقيقه احنا تراث احنا اللي موجودين توا تراث بتاع ملايين السنين. طبعا بتاع ملايين السنين هذه المعلومات ما كناش نعرفوها. علاش ما ترجموش هذه الامور؟ لازم لها هذه تعرف حكايه الترجمه. قالها مره اسمه توفيق الحكيم يحكيوا معاه قالوا له شنو هي الحل للشعوب هذه المتخلفه العربيه؟ قالوا لهم يا ولادي البيبان محلوله قدامكم ترجموا شعوبكم. وهنا توا فما نقطه حبيت نحكيها لك المره الاخرى في الفيديو اللي فات ونسيتها. سالتني على العربيه ولغه القران ودرسني كي على العربيه. تعرف ايش صاير في مجتمعنا وعلاش مجتمعنا ما يعاش لو ابار كون العرب نتاع زبي جابونا دين زادوا جابونا لغه عربيه. اش عملت اللغه العربيه كي تحل التلفزيون انت تلقى واحد يتكلم بالعربيه؟ عملت قطيعه بين المواطن النورمال اللي يستركيلي في الشارع وبين السيد اللي يحكي في التلفزه. ما يفهموش ما يسمعوش المعلومة. بينما انت كي تحكي له بالدارجه وتبسط يولي عندك معاه كونتاكت. اللي صاير في علاش النخبه كما قبيله نحكيوا عليها ما عندها انفلونس كبيره ولا ما عندهاش من قبل انفلونس كبيره على الشريحه الكبيره نتاع المجتمع؟ لانه فما مانك دو كومينيكاسيون. السبور اللي باش نوصلوا به المعلومه اللي هي العربيه الفصحى سبور مكسر. ما يصلح لشيء. يصلح لشيء يا خويا كلم رب تونسي بالفلاقي فاهم ورب الذره بالفلاقي. وشوف علماء الدين تو مثلا تاع الزيتونه يتكلموا بالتونسي. تكلم بالتونسي هذاك علاش قريب تو فتح مورو للخروات للناس فهمتني خاطر يتكلم هاك التونسي القريب فهمت. بينما يطلع الاخر فقال له سقراط فقال له لا افلاطون ما يفهمك حد وما يتنبه لك حتى حد فهمتني. هذه زاد مهمه لازم الناس اللي باش يوصلوا المعلومات الحيويه نوصلها باللغه المفهوم. علاش انت تو في المانيا وفرنسا كيما لغه الشارع كيما لغه التلفزه فما كومينيكاسيون بين النخبه اللي عندها العلوم ولا الناس المثقفه وبين المواطن اللي سيركيلي في الشارع. ساعات يجيبوا برنامج على الكتاب وعلى الادب. الادب والكتب والروايات راهم هما الحياه راهم يوصفوا في الحياه. كي تجيب لي انت برنامج على الكتب اخويا وتركح فيا بعربيه صعيبه ليش ما تبسطهاش علي دعاجي قبل كي كان يكتب قصه مزيانه وحلوه وحيه ولو انها بالعربيه ما كي يجيبوها جماعه تحت السور يجيبوها بالدارجه وفهمت وتوصل كما قلت لك المعلومه. هذه نقطه مهمه لازم ننتبهوا لها على خاطر نحن اللي نحبوا تو نوصلوا المعلومات هذه اللي باش تقلب العقل التونسي وتطوره لازم نوصلوها له بسبار حي. لانه اللغه العربيه الفصحى هذه صعبه للقح هذه سبور مكسر مخز في مصطلحاتها اصلا غالطه. مصطلح فما مشكل مصطلحات فيها ومشكل معاني ومشكل 20,000 مشكله. ربل شكون يفهم رب القران يصليوا به 14 قرن شكون ما تفهم شيء عليه؟ انا من ذي شي يولي يقريو في المدرسه اللغه الدارجه التونسيه وشوفوا لغه حيه انجليزيه وقت زبي كيما مالطا. ما هيك عندها اللغه الدارجه نتاعها المالطيه وعندها الانجليزيه وفي الحب. حتى باش تكتب كتاب انت باللغه دي العربيه راه ما ينجحلكش. انا من اكبر المشاكل اللي عندي. ما ينجحلكش ما يقرا حد. شكون باش يقرا؟ يقراو اربعه من الناس. الالماني قال لي كلمه قال لي كملت الروايه قلت له كملت. قال لي انها نجم نقرا قلت له لا راهي مازلت ما ترجمتهاش. زلبة شلت قال لي راك زلبة شلت اش معناه؟ راك مذنب في حق نفسك تكتب بلغه ميته. بالحق يختار من لغتهم لغه ميته ما تصلح لشيء. هذاك علاش انا حتى مثلا حتى الفيديوهات هذوما اللي مترجمين بالسوتيتري فهمت يعني بالعربي ما يقراهم حد. راه لازم ترجمه تكون بالصوت وباللهجه نتاعنا. اللهجه انا شفت اللهجه بتاعي مثلا التونسيه يفهمها الجزائري والمغربي.
هي انت عندك لهجه فليكسيبل تفهمها شمال حتى شرقي يفهمها اللهجه حتى الشرقي يفهمها فهمت لغه فليكسيبل يعني الدارجه خفيفه فهمت دارجة خفيفه هيك فيها كلمات اللي توضح المعنى وتتكلم لا توصل المعلومه اما وهمته ونحن هنا نخدمه وفي وقت ما راه باش تجي الثمره مش كيما كانت قبل مسكر حلينا ماذا بينا احنا ماذا بينا مش مشكل راهو نبدا متفرقين واحد يخدم في جهه مثلا وفلان يخدم في جهه لكن على الاقل يكون فما تواصل من بيناتنا فهمت هذاك تواصل يعني مثلا انت تجي عندي وانا نمشي عندك فهمت ونحكي مع بعضنا وفهمت ما يقعدش كل واحد في الصومعة نتاعو معزول فهمت نحيو شويه الكبرياء هذا فهمت لازم فهمت انا او لا احد كما يقال بالضبط فهمت عندنا حكاية هذه الخشم الفارغ هذه خشم مهزوز اسمهم فماش لازمنا مع بعضنا ما كانش ما عملنا شيء ما عملنا شيء كانش عملنا حد شيء شوية المشكلة تعرف أنا وقت بديت نقد طارق الفيديوهات كيفاش جاتني الفكرة هي جاتني الفكرة من أسلوب العلماء الدين كيفاش واصلين للعامة وإحنا الطبقة المثقفة متاعنا أنا مثلا عندي 10 سنين نكتب الفرنسي شكون باش يقرأ لي يقرأ لي كان الفرنسي المثقف بيان سور ما يقرأ لي حتى حد من بعد انتبهت للفازة فهمت قلت شنو الحكاية قلت اون فان كونت هما مسيطرين على عامة الناس لأن علماء الدين يتكلموا لغة الشعب ويتكلموا بأسلوب القصة والحكاية ويجي نحكي لك قصة نوح وخرافة نوح وكذا وكذا ويدخلها له في مخه 100% للكل فيه بينما احنا الطبقة المثقفة بتاعنا تكتب الإنجليزية تكتب الفرنسية حتى كي تتكلم تحشم باش تتكلم بالدارجة تتكلم بالعربية الفصحى بعيدين كل البعد على عامة الناس وحطها في بالك لولا تصل كما تصلش للناس فهمت ما يوقعش التغيير مستحيل لا ما تمسش المواطن العادي معناها عبارة على واحد يغني وجناح ويرد عليه راه فوالا فهمت هي المشكلة اما نبديه ونواصله ما نقيسوش فهمت ونحكيه كما قلت انت السبور هذا لازم يتصلح متاع اللغه خاطر علاش قبيله قلت لك النهضاوي مختر خاطر النهضاوي يعرف المجتمع التونسي كي غلوشي كي يجي يحكي على مشكله العنوسه معناها الراجل عامل دراسه سوسيال على المجتمع التونسي كالتره تخلي البيوت معناها يدخل لك البيت النوم نتاعك ويحكي معك في مشاكلك هذه هي اللي لازم نوصلوها لازم اللادينيين يقربوا للناس يقرب للناس باش ما عادش يشوفوك خاطر الاخرين ظلموها عليك قالوا عليك كافر ويبداو يغزروا لك العباد كانك كوكب اخر فهمت ماذا بيهم هذا كان ما عنفوكش معناها فهمتني لازم نوصل باش يفهم اللي الانسان التونسي الملحد راهو انسان تونسي وراهو عنده فكره جديده وموصل الحد كان بعد دراسه وعلم وحكايات خاطر العبد البسيط ما يلحدش اللي ماهوش ما عندوش نسبه معينه بتاع ثقافه ما يقولش يعني بيان سور ليش ملحد ما تعداش على كتبه ما طرحش السؤال ما يقولش ملحد فهمتني هذه لازم نقربوا للمواطن التونسي كونه الملحد هو الانسان المفكر اللي ماذا بيك تسأل ماذا بيك تتواصل معه ما ترفضوش ينجم يوريك شيره اخرى للحقيقه. المهم طارق نسالك اخر سؤال قبل ما نختم. تفضل. معناتها وجسباغ اللي معناتها الناشطين على الساحه اللادينيين بصفه عامه الكل يفهموا اللي لازمنا نتحدوا مش يعني نتحدوا نوليو الكلنا معناتها نخدموا نفس الاتجاه بالعكس الاختلاف باهي انا معناتها ماذا بيا مثلا فهمت واحد يقد حاجه هكا انا نقد حاجه هكا الاخر يقد حاجه هكا مثلا توجه البريك اللي يعمل فيه معناتها عمل جبار فهمت الامام نفس الشيء يعمل فيه عمل جبار فهمت ومام طون لازم يكون فما تواصل من بيناتنا لازم نقعدوا اون كونتاكت وفما تواصل بيناتنا باش ما ننعزلوش فهمت على خاطر كان كل واحد باش يقعد معناتها منعزل في المكان نتاعو فهمت ماناش باش نتقدم
هذه حاجة. حبيت نسألك سؤال، فهمت يعني ديغني عمان معناتها قاعد ينتشر، هو موجود من قبل، شنو رأيك في اللي يدخلوا في المسيحية؟ هي ريتها الظاهرة هذه موجودة هي من قبل ما ديغني عمان اللي زادت كثرت شوية. هي ما خطر أموال، أموال فما فما العامل المالي مهم. المشكلة احنا ما عندناش فلوس، احنا كما قالها شو اسمه ما نعرفش شكون ذاك قال لك السنة عندهم عندهم السعودية والشيعة عندهم إيران والملحدين عندهم ربي. هاي هي هذه سمعتها حلوة، عندنا كان ربي ورانا احنا عندنا كان ربي فهمت؟ هو المسيح عندهم الغرب، اليهود عندهم إسرائيل، السنة عندهم السعودية، الشيعة عندهم إيران، واحنا ايش عندنا؟ ما عندنا حد. احنا لازمنا نعملوا جامع نتاع خاص بالملحدين ونوزع على بعضنا شويه صدقات وكهو باش تمشي. المشكله والله مشكله، فهمت؟ انا في الحقيقه نشوف معناتها الاشخاص اللي ينتقلوا للمسيحيه يعني كيما نقولوا احنا به المسيحيه يعني اهون كيما نقولوا، لكن ما هيش اون غيزون، فهمت؟ بالنسبه لي انا كملحد بالنسبه لي كل الاديان خرافات وحكايه فارغه. يعني انت حاب نعرف رايك، انا رايي واضح في المساله هذه، يعني بالعكس بالنسبه لي معناتها الانتقال للمسيحيه ك انا شخصيا ماذا بيا يبقى في الاسلام صوفي ولا يمشي المسيحيه؟ 90% حسب رايي انا 90% من اللي ينتقلوا للمسيحيه وراها عامل مادي، حكيت مادي يلقى روحه في اوروبا ولا تدور عليه جمعيه بتاع تبشير ولا اللي هو يعطيهم يعطيهم فلوس يعطيهم واحد ولا حتى يلقى روحه حاجه تحميه، فهمت؟ او انت تتصوروا هذا اللي كان مسلم معناها واعي بالمسؤوليه بالمسيحيه ويعرفها ولا قاري عليها؟ ما عندهم حتى فكره يا ودي، جات امور بتاع فلوس ويشوف الضغط الاسلامي وقتل وندرشني، قلت يا اخويا كنشد معاهم مسيحيه فهمتني 100% فلوس، فهمت؟ باش يهرب من الحكايه يعني اونترونو يعني بيناتنا احنا مع داك التوانسه والجزائريه ومغاربه، يعني تصور واحد مسلم يمشي يولي مسيحي هكاك لله المسيح ما تجيش هي التفتوف عايش خويا راني زويني تو مش المسيح اللي مشى على راسي تو يحبك المسيح يحبك روايح باردي سيدي اتيانا. انا متاكد انا حتى رشيد بيدو هذاك في قراره نفسه ملحد ملحد حتى كان مش ملحد لاتيني، فهمت؟ لا لاتيني، وتوا ولا يعرف هو ويترجم في انجيل لوقا وانجيل توماس وقح بارد يسايب فيه ما فماش، وحاطينه في التلفزه ومشهور وماشي الامور الاكثر الاقل، فهمت؟ اما المسيحي عن قناعه فجاه اكتشف اللي عيسى ابن الله هذايا ما تجيش تيش ما تركبش لا على تونسي لا مغربي لا ما تركبش علينا، فهمت؟ ما تركبش علينا، فهمت؟ مصري ممكن اه انا احكي لك حاجه، فما واحده نعرفها هولنديه اتصلت بيا دغيا همو قالت لي راني تعرفت على واحد تونسي من الجنوب، فهمت؟ وراهو ولا مسيحي، فهمت؟ كيفاش ولا مسيحي؟ قالت لي ولا مسيحي. قلت لها كيفاش ولا مسيحي؟ قالت لي ولا مسيحي وهاني باش نهبط لتونس، وهي توا في صفاقس. قالت لي هاني هابط لتونس، هابط لتونس باش نعرس معاهم ونطلعوا لهوني. قلت لها باهي فهمت علاش ولا مسيحي مالي. يا وراقي فلوس بس. مستحيل شمال افريقيا يولي مسيحي. وسيب ما يطلعش علينا. ما يخرجش، تصور انت هكايا قاعد في الكنيسه وفهمت وتقول ابن الله. يا ودي ما تركبش وباش يعملوا له ما مقدس ويعبدوه ورواية قوية يلا حكاية هذاك أنا دغني غمو العام اللي فت واحدة جارتي عابدتني يجا معايا الكنيسة يجا معايا الكنيسة يجا معايا الكنيسة هي طلعت لي براسي فهمت هي قلت لها باهي تمشي معك عاد مشيت معاها للكنيسة احنا قاعدين في الكنيسة كل يبداو يعديونا كل الجالات هذيك والكاس نتاع الماء وصل الكاس نتاع الماء نتاعي هي انا شربته الكل كبيته كبه تونسيه صح كامله هو كل واحد يشم ويعدي اللي بعده فهمت شربت لهم دم المسيح وبنكته شربته قدر ما يفك علي كيف يا رغتي كلها ما مسلت فلوس ما يطلعش اي فلوس ولا حمايه ولا خاطر الاسلام يا اخويا تنجم تدخل في حيط وما تدخلش فيه وما تقعدش معاهم داعش اش عملت
اختصرت علينا ثنية كبيرة من الأسئلة اللي سألوهم لي حطني في حالة حطني من فك كورسي الاعتراف. سألني واحد قال لي شنية سبب الحادك، قلت له زوز أسباب، الكتبة وداعش. لفات باش قريت شوية كتبة وبعد تشوف داعش وكها وجاء الحيط واضح، تدخل في حكاية أخرى وكها. اوكي مالا سي طارق، شكرا على هذه المقابلة. فهمت، ورغم اللي هي طويلة شوية لمحالة نحاول انا باش نلخص فيها اكثر شيء ممكن. شكرا على هذه المقابلة. شنو عندك كلمة اخيرة تحب تقولها؟ ما بديناش نوفيو بالكلمات الاخيرة. يعني كلمة اخيرة ميسالش من بعد طول نجمعهم مع بعضهم ونعلقهم ونحطهم كلمة اخيرة واحدة. داكور، مرسي عليك على فرصة هذه مرة اخرى. حويجة واحدة لأهم النقاط لها خيس صغير، هذا سيدي رمضان قعدتوا فيها تاو ما وشواتن تعلقوا، قعدتوا فيها انتم شواتن، حاولوا تفكروا شوية وخرجونا من الحكاية هذه. ونحن كملحدين توانسة ولا مغاربة ولا جزيرية لازمنا نتلموا بعضنا ونخدموا خدمة نتابش نمعيوك المواطن البسيط اللي ماشي مشكين في الهاوية وما غير ما يدري عليها لا باش باعت ولا باش تشريت. لازمنا زادا نبدلوا طريقة تواصلنا مع المجتمع كونه نحكيه باللغة المفهومة بلغتنا الدارجة سواء التونسية ولا المغربية ولا الجزائرية اللي تمس المواطن العادي، والمثقفين متاعنا يهبطوا شوية من برجهم العاجي ويتعاملوا مع الناس وكهو. خاطر الغاية في الاخر متاعنا باش نخرجوا الدول هذه اللي كانت في وقت ما حرة رجعوها مرة أخرى للحرية والثقافة وللعالم. شكرا طارق وشكرا، ومع فيديو قادم وبسلامة. بسلامة وصبح على خير. يلتك زيرا.